زي ما أشارت معالي وزيرة التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية إن مجلس الوزراء أخذ قرارات بتخطير الموازنة العامة ب2030، يعني 100% من كل المشروعات اللي هتمول من الحكومة المصرية بحلول 2030 لازم تكون متوافقة مع الاشتراطات البيئية. بننزل بعد كده للاستراتيجية اللي اتعملت لتغير المناخ وتحط فيها قطاعات معينة سواء للصناعة للبترول لغيره، وتحط فيها مشروعات اتحولت لخطط استثمارية، إطلاق برنامج موفي مع وزارة التعاون الدولي لتمويل هذه المشروعات القومية. أعتقد بيدي رسالة مهمة جدا إن احنا دي أولوية قصوى للحكومة المصرية بالحفاظ على البيئة اللي بينعكس في التنمية الاقتصادية، اللي بينعكس في التنمية الاجتماعية بخلق فرص ووظائف. لم تعد البيئة معيق للتنمية ولكنها فرصة، لأن احنا مش هنقدر نحارب البيئة. أي إحداث تغيير في البيئة سيواجه من البيئة بردود لم نقدر عليها. وده ما حصل في الكوفيد-19، اللي حصل ان كلنا قعدنا في البيت وما قدرناش نواجه البيئة في التغيرات اللي حصل. فيعني بقوله ان ده رسالة مهمة للحكومة المصرية من وزارة البيئة في ادماج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، هو شيء اساسي ومهم جدا للحفاظ على مواردنا الطبيعية والاستمرار في التنمية.